بك يا غريبة انت الموتى انت سر عصامك لي بعد المحنة وانا عريب قلبك احنى عصامك لي بعد المحنة وانا عريب قلبك احنى يا احلى رام انا وانت كنا ليها الصد ليها المظنة يا غريبة انت الموتى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو بتشاهد القناة أول مرة أعمل اشتراك عشان يصلك كل جديد. اليوم سوف نتحدث عن الفنان الكبير محمد حسنين. قبل ما نتحدث عن الأستاذ محمد حسنين دار نتحدث عن شاعر الأغنية اللي هو الجيلي محمد صالح. يا أخواننا الجيلي محمد صالح ده شاعر كبير وشاعر ضخم جدا وذو القاص وراوي وعنده كتابات في الصحف كده وكنا نلقاه دواما في المنتديات والإذاعات والصحف وكان نشط جدا جدا. ومن الأشياء أنا أحبها جدا أذكرها إنه عنده رواية اسمها حاجي الخرتيت. الخرتيت هو شعار السودان في فترة من الفترات وأنا كنت داير أسمي هذا البرنامج بأحاجي الخرتيت لكن طبعا أدبيا الاسم مسبوق وكده لأنه أعظم الفترة الغنائية في السودان كانت زمن شعار الخرتيت وقلت أنا أربط شعار الخرتيت مع قصة الأغنية السودانية في أوج عظمتها. وعشان نحن ما نكون يعني فصلنا موضوعنا المهم جايين نتحدث عنه حاربط لكم هذه الأغنية مع الفنان محمد حسنين. محمد حسنين ولد سنة 1937 بالدامر والده كان موظف في السكة حديد وجاء الخرطوم مبكرا ودرس في المدرسة الأولية في السجان. دخل الإذاعة عن طريق الملحن برعي محمد ضبع الله في برنامج موكب الفن وبأغنية يا ناس انتو. استمع لي ناس انتو ونجراج الحبيت ديك يا أحلى ما دار يا والنسيان وجاف يا نما الحبيت ديك يا أحلى ما دار يا والنسيان وجاف يا نما طار يا وخلوا الروح في الدموع وخلوا النار في الضلوع خلوا الروح في الدموع وخلوا النار في الضلوع اللي عزانا وعدانا شمتوا يا ناسين وين انتوا ما يا ناسين انتوا وين انتوا ما بنتوا وروا قلوبنا وين انتوا وليه هبتوا ما بنتوا وروا قلوبنا وين انتوا وليه هبتوا ما بنتوا يا ناس انتوا وين انتوا ما بنتوا. يا
شيخ، وأنا في فترة من الفترات كانت الإذاعة تعج بالبرامج والشعراء والفنانين اللي هي فترة الخمسينات والستينات، ما محددة يعني، أنا ما أدري حد بعد الإضراب الاثنين وخمسين، من 55 وحتى 65 كانت أوج عظمة تسجيلات الإذاعة من ناحية الغناء الجميل، الغناء الرصيد، ظهروا فنانين جداد. هنا في إنتاج غزير جدا شعري، يعني مثلا إسماعيل حسن، تام بدي في الفترة دي، محمد وردي، أحمد الفحل، بدي رمضان حسن، بدي أحمد فرح، كمية من الفنانين ديل. أنا بتحدث لكم ولا الخرطوم. هنا في إسماعيل خورشيد، عبد الرحمن الريح، يعني كان علي محمود التنقاري، كان الطاهر إبراهيم، كان كمية من الشعراء، إنتاج غزير جدا جدا. أنا في الفترة دي مثلا إبراهيم عوض سجل 17 عمل في الفترة دي اللي هي من 55 ل 60، 17 عمل. صلاح بن البادية ظهر، يعني مثلا في شاعر محيسني ظهر بأغنية، يعني كانت يعني في صورة شعرية كبيرة جدا جدا. زاد على ذلك في فترة عبود اهتمت بالفنانين والشعراء وكذا. محمد حسين يعني ما منفصل من ديل، يعني تعامل في الفترة دي مع برعي، وتعامل مع بشير عباس، ومع حسن بابكر، ويتعامل مع علاء الدين حمزة. نحن نسمع عليه عمل تاني ونجي راجعين. لقيت كتير عشاق بالحب يتهنوا، وكمان رأيت أحباب من حبهم جنوا. لقيت كتير عشاق بالحب يتهنوا، وكمان رأيت أحباب من حبهم جنوا. احتير تفي أمره واحتار معايا لغير، الحب ده أصله اللي غنوا له كتير. يا اخوان دلوني بالله وروني، وروني ايه الحب والله ما عرفتو. في بداية حياته أستاذ محمد حسنين عمل ترزيا، وكان عنده محل اسمه المغص الذهبي في الخرطوم، وهو فنان من الطراز الأول، لقب بلقب أبو سريع كنية بالممثل المصري أبو سريع، في لأنه أبو سريع دائما كان في تمثيلياته بيجيبوا يحب النظافة وكذا. وكان محمد حسنين رجل نظيف وراغي ولبيس وشيك وكذا. بعدين محمد حسنين حتى مهنة الترزية دي أخذ فيها دراسة، يعني ما في أوروبا، يعني ما هنا وكذا، مشى اليونان درس هناك وكذا. بعد ذاك التقى بالشاعر الكبير حسين عثمان منصور وداه عدد من الأغاني. نسمع ظلموك ظلموك يا عين، هي من الحان على الدين حمزة، وإن شاء الله في البرنامج ده إن شاء الله نوثق للفنان على الدين حمزة. نسمع ظلموك ونجرى. أنا شفتها وأنا شفت غزال بيتها مطعين، يبكي لامال بيرموش العين بيرموش العين، مسكين يتألم وحيد يظلم، مسكين يتألم وحيد يظلم، مسكين يتألم
يتظلم مسكين يتألم وحيد يظلم مسكين يتألم وحيد يظلم مسكين يتألم وحيد يظلم ومن ظلمه تعلم يواسي المجروح ظلموك 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 يا عيني. في فترة من الفترات محمد حسنين يعني سئل لأنه ما بغني في الصوت الغرار اللي هو الصوت الغليظ، فقال نصحوه الملحنين أنه طبيعة صوته ما بيتحمل أنه يغني في الصوت الغرار. الكلام ده يعني بلسانه، ولكن قال الغرار بيظهر في جزء من يعني اللحن بتاعي وكده. المهم إذا أنت داير تصنف، مش تصنف لانه التصنيف ده نحن ما نحن ما شغلنا ولا مسؤوليتنا، اذا انت داير تحس بانه محمد حسنين صوته بتلقى وين؟ بتلقاه في ابراهيم الكاشف، بتلقاه في احمد المصطفى، بتلقاه في نكهته في صلاح مصطفى، بتلقاه في صلاح محمد عيسى. يعني فنانين الفتره دي كله الفاتت انت بتلقى نكهه الاصوات دي فيه، لكن كل زول عنده صوت براه. نسمع عمل ونجي راجعين. حبيبا شوق جنني والحنينا شوق حنني، الحبيبا شوق جنني والحنينا شوق حنني، وطبودتي ما حيني يا زمان يا الله طبرني. طبعا يا جماعة بس أنا دار أذكر الناس بحاجة مهمة جدا، نحن ما قاعدين نوثق لفنان، نحن هنا بنعمل لمحات طبيعية جدا جدا. طيب في حاجة مهمة أنا ما ذكرتها أقوله كله لأنه أنا ما بحب أذكرها، اللي هي إنه في بداياته هو تأثر بالفنان أحمد المصطفى وهو يحب ذلك يعني، وكان بيغني له وكده. أنا كنت حابب في اللمحة دي أنزل لكم أغنية هو مغني لأحمد المصطفى، لكن لقيت انه اهتم احسن بغنائه يعني، لانه انت كان داير الغنى بتاع احمد المصطفى بتلقى عند احمد المصطفى، ما احسن تسمع من احمد غير احمد المصطفى وكده. لكن الاهم من كده انه اشتهر باسمه فنان الاعداد، يعني مثلا عنده غنية الحب الخالد بقول لك خلاهن واحد وكانوا اثنين، وعنده غنية تانية اسمها انا شفت قمرية وقمرتين وكده، وبرضه عنده تعال اقول لك نظرة واحدة شنو كده ما بعرف بقيت مضمونك، وتعالى اقول لك كلمه صونك وكده، فسموه فنان الاعداد. نحن يعني نعتبر نفسنا عملنا حراك بسيط جدا جدا، عشان كده ما دارين نطيل عليكم وكده. في الختام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا شفت اتنين قمري وقمريه، انا شفت اتنين قمري وقمرية، وراكين في جنينة طرون البينا وبكت عينينا، طرون البينا وبكت عينينا، طرون غرامي وغرام البيا. أنا شفت اتنين قمري قمرية، أنا شفت اتنين قمري قمرية، وراكين في جنينة طرون البينا وبكت عينينا، طرون البينا وبكت عينينا، طرون غرام.